حبيبي حبيبي يما ليه يا ابو كبوس تعايده تعايده متابعين. اي نعم، اقول لهم عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، ايامكم سعيده، ينعاد علينا وعليكم بالبنين، الله يحفظكم. طيب عايد متابعيني، كل عام وانتم بخير يا متابعين ابو معاذ ومتابعينا، ونقول لكم عيدكم مبارك وكل سنه وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه.